أكد سفير وائل أبو المجد الممثل الخاص لرئيس مؤتمر المناخ كوب 27 أن فريقا كاملا يعمل على مدار الساعة للتعامل مع المشكلة اللوجستية التي تواجه بعض المشاركين في المؤتمر المنعقد في مدينة شرم الشيخ. وأوضح أبو المجد أن رئاسة المؤتمر تدرك وجود بضع المشكلات تدخل على إثرها مسؤولون حكوميون لحلها مع الحرص على عدم تكرارها. كما أشار أبو المجد إلى حدوث تقدم جيد فيما يتعلق ببرنامج التخفيف، لكن دون التوصل بعد إلى قرار، وذلك بالتوازي مع لقاءات لرؤساء الوفود لتقديم رؤيتهم حول القرار المنتظر صدوره لضمان شفافية.